هند نافع المنسق العام لحملة وطن بلا تعذيب. احنا النهارده نزلنا كحمله نازلين نتضامن مع اسره الشهيد محمد ابراهيم اللي اتقتل غدر برصاص الملازم اول ياسر موافي في كمينه بالرواش. جايين النهارده نوصل رساله معينه واضحه ان احنا ضد ظلم الداخليه، ضد بلطجه اللي بتحصل من ضباط الشرطه سواء في الكمائن سواء في اقسام الشرطه. جايين النهارده نقول ان الشهيد محمد بس مش اول شهيد اتقتل في الكمائن او اتقتل غدر، لا احنا عندنا نزلنا من اسبوعين كتاب التعذيب الممنهج في الف يوم ثوره بيتكلم عن عنف الدوله عموما، رصدين فيه اكتر من 200 حاله قتل او قتل عمدة او تعذيب او عنف في الكمائن خلال من اول يوم بعد الثوره لحد مؤخرا من اسبوع. جايين نقول نطالب بالقصاص العاجل لكل الشهداء، نطالب بمحاكمه كل من تورط في القتل والتعذيب سواء اللي هو سكت على جريمه التعذيب او شارك في جريمه التعذيب او القتل العمدة عموما. جايين النهارده نطالب بمحاكمه الضابط ياسر عبد الرحمن موافي، نطالب بالقصاص العاجل ومحاكمه عادله يعني تؤدي في النهايه ان الضابط عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن وافي يكون عبره لغيره من الضباط. عايزين نشوف او بنحلم باللحظه اللي نشوف فيها ضابط الشرطه بيحترم القانون، بيعامل البني ادم او المواطن معامله ادميه كريمه عشان نقدر احنا كمواطنين نحترم القانون ونتخذهم قدوه ومثل. لكن بالنسبه لنا معظم ضباط الداخليه بالنسبه لنا دلوقتي سفاحين بيقتلوا بيعذبوا بس مش قادرين نشوف الصورة الحلوة لضابط الشرطة. بنطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق والحالي لتورطهم في جرائم التعذيب، وجايين نقول ان احنا مش هنسكت ومش هنبطل نطالب بحقوق الشهداء لحد ما نشوف العدالة متحققة في مصر. يعني شيماء فكري عضو حملة وطن بلا تعذيب، القضية من محمد اتوفى يوم 16/1/2012. انا يعني طلعنا على ملف القضية، شفنا قرار الإحالة، شفنا تقرير الطب الشرعي، ملابسات القضيه كانت كالتالي وفقا لشهاده الشهود اللي هم من ضمنهم عساكر اللي كانوا موجودين في الكمين. محمد ما كانش معاه رخصه وكان موجود في كمين ابو الرواش، وهو خاف من الضابط، حصل بينه وبين الضابط مشاده كلاميه فخاف يقف فمشي. الضابط طرده حوالي 8 كيلو لحد بوابه الشيخ زايد، العربيه عطت بيهم عند الجزيره اللي قدام بوابه الشيخ زايد، نزلوا من العربيه، اتخانق معاه وشتمه واهانه وحصل بينهم خناقه وبدا يضربه على دماغه، بعدين نايمهم على الارض هو والزمايله اللي كانوا معاه. بعد كده يعني لما محمد رفض الاهانه هو ضربه بالنار في دماغه من مسافه نص متر وفقا لكلام وفقا لتقرير الطب الشرعي والكلام الناس اللي كانوا موجودين معاه من ضمنهم العساكر، والنيابه هي اللي حركت الدعوه، مش اهل محمد ولا حد من المحامين. الضابط اتحبس 4 ايام على ذمه التحقيق. بعد كده 4 ايام بعد الواقعه مباشره، لان هو حرر محضر ضد محمد وزمايله انهم بحيازه مخدرات وان هو كان في حاله دفاع شرعي عن النفس لان هم كان معاهم سلاح، في حين ان النيابه اثبتت ان ولا كان في حرز بده ولا كان في شهود على حاجه زي كده وشهاده على حاجه زي كده، وتم اخلاء سبيلهم لبراءتهم، يعني اخلاء ذمتهم ما لهمش حاجه بمن فيهم محمد ذات نفسه. والنيابه حبست الضابط 4 ايام على ذمه التحقيقات، بعد كده خرج على ذمه القضيه، وقرار الاحاله كان من 6 شهور، ودي تاني جلسه اللي هي جلسه استماع الشهود. الحمله بقى لها حوالي سنه وشهر تقريبا، 28/10/2012 تاسست. احنا مناهضين للتعذيب الممنهج من قبل الدوله اللي بتمارسه بشكل منهجي على المواطنين، سواء في الاقسام او القتل خارج اطار القانون في الكمائن او في مشاجرات شخصيه بين حد من الشرطه ومواطن مصري بيتم فيها استخدام السلاح او بيتم فيها الاعتداء على المواطن دوت باستخدام العنف. يعني عندنا عملنا مقترحات للدستور قدمناها، تعريف للتعذيب اللي مش متعرف لحد الان، لجنه ال50 خدت بمقترحاتنا وقدمناها برضو قبل كده في دستور 2012 بس ما تمش الاخذ بيها. يعني حاليا مقترحاتنا تم اعتمادها من اللجنه، و يعني بنحاول نقدم مقترحات لحل مشكله التعذيب الممنهج من قبل الدوله، سواء عن طريق توعيه الناس بحقوقهم في الشارع او واجباتهم ايه، اللي امتى ده يعتبر اعتداء عليا وامتى ما يعتبرش اعتداء، او سواء بالمقترحات التشريعيه زي اللي قدمناها لجنه الدستور، سواء عن طريق وقفاتنا في الشارع، وقفاتنا قدام الطب الشرعي، التدعيم القانوني، التضامن مع اسر الضحايا، توثيق ورصد والحالات المستجدة والحالات القديمة برضه.